انطلقت في الرياض فعاليات الدورة الثالثة لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين والمنتدى المصاحب له، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة. الزميل سامي الدلبحي بصحبة عدسة أهلا كان هناك وعاد لنا بهذه التفاصيل. احنا في أمانة منطقة الرياض حرصنا في المعرض أن نشارك ببعض مجهودات ومشاريع الأمانة الحيوية، فلدينا مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية، كذلك عندنا مشروع دكة وهو مشروع حيوي لأنسنة بعض المناطق في الرياض وإتاحتها للسكان بشكل أفضل. لدينا أيضا مشروع حدائق الرياض 2024 واللي تستهدف الأمانة إن شاء الله خلالها أنه تبني 100 حديقة. كذلك لدينا عرض حي لمكالمات 940 واللي عن طريقها نستلم طلبات ومشاكل وملاحظات السكان على المشهد الحضري، بحيث أنه تتدخل فرق الأمانة المختلفة للعمل عليها وتحسينها. اليوم مناسبة جميلة جدا أن نتشارك قصص النجاح بيننا وبين الأمانات. إحنا في أمانة المملكة الشرقية ولله الحمد بتوجيه من معالي الوزير ومتابعة من أمين معالي أمين المنطقة الشرقية حققنا العديد من المجازات في مجالات متعددة، منها مجالات التحول الرقمي، مجالات متعلقة في جودة الحياة وبرامج أنسنة المدن، برامج في مشاركات المجتمعية، الفرص الاستثمارية الواعدة مع شركائنا في القطاع الاستثماري. فلله الحمد هناك خطوات حققت ونفتخر فيها، وهناك خطوات قادمة بمشيئة الله نعمل عليها مع شركاء النجاح لنرتقي بالمنطقة وكافة مدن المملكة العربية السعودية بمشيئة الله. نحن موجودين بالمعرض اليوم لنشارك القطاع العام بالمشاريع الكبرى اللي جاية على البلد. نحن كشركة من القطاع الخاص عم نتواصل مع جميع الجهات الحكومية، وعندنا مشاريع قيد الإنجاز أو قيد التحضير مع أكثر من 3 جهات حكومية بما فيهم الشركة الوطنية للإسكان. عم نخطط لنكون إن شاء الله رأس حربة بالمشاريع الداعمة للرؤية، من إسكان لمشاريع تجارية متعددة الاستخدامات. مثل ما بتعرف اليوم الرياض صارت منصة للتطوير العقاري، منصة متكاملة من التمويل للأسواق المالية اللي بتسمح بالتخارج من المشاريع، وجاهزة لاستقطاب المطورين المحليين ومن المنطقة ومن العالم كمان.